اليمن البلد المفتوح على الموت، هكذا صارت الآن بعد أن أدخلتها الميليشيا في أتون حرب لا قوانين ولا أعراف فيها. الكل صار هدفا لفوهات المدافع وقناصات الميليشيا، لا فرق بين مدني أو عسكري، طفل أو شيخ طاعن في السن. إنها أشبه ما تكون بالحرب الانتقامية، أو هكذا هي بالفعل كما هو الحال في تعز وغيرها من مناطق المواجهات. منذ أكثر من عامين والميليشيا ماضية في شن الحرب ضد كل شيء، والنتيجة آلاف من الضحايا المدنيين الذين بدوا غير مرئيين بالنسبة لكثير من المنظمات الدولية والحقوقية التي غابت كثيرا وحضرت في مناسبات قليلة بدعوى باهتة لحماية المدنيين. وهذا الغياب بدوره شجع الميليشيا على مزيد من القتل كما يقول مراقبون. المنظمات المحلية التي لا زالت تعمل في الداخل اكتفت برصد ما تصل إليه من انتهاكات الميليشيا، كان آخره ما تم نشره من قبل التحالف اليمني الذي قال في تقريره الأخير أنه وثق مقتل 180 مدنيا وإصابة 205 آخرين خلال شهر يونيو الماضي.